جمال قدر يتحرر من قيود الشكل وصار جمال روحي تتنقل من خلاله نجمتنا عبر شخوصها الدرامية لتحاكي نماذج كتيرة ببراعة وإتقان. أنا أم وعندي بنته لازم دير بالي عليها، وهذا كان اتفاقنا من الأول. ناشي جيني إسبير ضيفتنا بصباحنا لليوم تنقلت بين مجالات مختلفة كان الجمال فيها عنوان، لكن مع دخولها عام 2001 إلى عالم الفن عبر مشاركتها بفيلم رقصة مع الشمس، كانت الأضواء بدأت تلمح خيوط موهبة عم تنسج حكايتها على الخريطة الفنية السورية والعربية. وما بين عناوين لأعمال درامية كتيرة قدرت تحقق بصمتها الخاصة لتكون حالة فنية تمزج الموهبة والجمال. من علاقات خاصة إلى خاتون، بنات العيلة، تخت شرقي، ممرات ضيقة ورومانتيكا، نماذج حاكت الواقع بألم وأمل كبير. ماي جاد، مو معقول. شوفي لي الردع عليه ولا كعبرية، ما بدها شيء. من الفرشة على الورشة على الكاميرا. مثل اللعب. أفكرة ما بدك نكاب، ما بدك شيء. شو بتردوش؟ قول ما شاء الله. ما شاء الله. واليوم الحديث بيطول مع ضيفتنا الفنانة جيني إسبير.